مرحبا بكم على القناة ديالي كنزي روسيت. الله يدخل عليكم هاد الشهر ديال شعبان بصحة والسلامة يا ربي، ويدخل علينا رمضان لا فاقد لا مفقود. اليوم غنبارطاجي معكم واحد الوصفة اللي هي في الأصل ديالها طريقة يهودية، ولكن لذيذة بزاف بزاف، وصراحة كنعمرو بها المواعيد ديالنا في رمضان اولا العشاء، اولا نقدروا نستعملوها كاونطري مع دوطخ سالاد. هانتوما غادي تشوفوا معايا المكونات ديالها، فهي سهله ولذيذه وبنينه باش ما نكثرش عليكم. دونك غنبداو على بركه الله. عندي هنايا مخيخات ديال الغمي، فتقدروا تستعملوا لا كونتيتي اللي بغيتوا على حساب شحال الناس عندكم. فانايا هنايا غادي نستعمل غير جوج، فاحنا اون بيتيت فامي، وانا ما غاديش ناكل لحقاش فيهم البطاطا والجلبانه وخيزو اليوم طالعين في الحلاوه، ما غاديش ناخذها. دونك غادي نستعمل جوج ديال المخيخات اللي انا كنكونوا غسلناهم بيان سور وقشرناهم. انا كندوزهم صراحه في شويه ديال المطايب والخل باش يحيد داك الزفوره ديالو. فانا جوج غادي نستعملهم الوصفه، وجوج غادي نديرهم غير مشرملين ليا انا. عندنا 4 ديال البيضات، عندي خيزويه تقريبا بالحجم المتوسط مقطعها كطريفات صغار ومسلوقه، عندي واحد البصله كبيره اولا جوج بصلات على حساب. المهم عطينا تقريبا هاد زلافه ديال زلافه ما عمراش اولا نص زلافه ديال البصله اللي هي ديجا مشحره مع جوج دريسات ديال الثومه والملح اللي بزاف في الزيت البلديه، كنطيحوها على هذا الشكل هذا. عندي البطاطا اللي حتى هي مسلوقه في شويه ديال الملحه مقطعه طريفات صغار، عندي الجلبانه حتى هي مسلوقه في شويه ديال الملحه ومقطعه طريفات صغار. عندي هنايا الحامض مصير، تقريبا عندي واحد 4 حامضه مصيره في هاد لا كونتيتي اللي انا غنستعمل. باللب ديالها مقطعتها هو طريفات صغار، عندي معلقه ديال القزبر معدنوس، عندي شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البابريكا، وشويه ديال الكمون. فانا الابزار ديجا دخلته في البصله، وغادي نستعمل الهريسه، فلا داعي انني نعاود نزيد البزار اولا الفلفله حاره. الهريسه كتبقى اختياريه، تقدروا تعوضوها بشويه البزار اولا الفلفله حاره الا ما عندكمش. انا هادي عندي حاره بزاف بصيبة على اليد، وعندي واحد الخماره ديال الحلو. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالبيض، هادوك 4 د البيضات. فاحنا اكيد الا بغينا كونتيتي كثر غادي نستعملو نزيد واحد جوج البيضات اخرين. وغادي ندخلو هادوك لي زيبيس ديالنا كاملين. فسمحوا لي اللي ما ذكرتش في لي زيبيس هو هاد نص كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، فاحنا غادي نستعملوه باش غادي انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نستعملوه. فاحنا غادي نستعملوه باش ندخلوها للفران، حيت هادي كطيب في الفران، هي في الاصل الطريقه الحقيقيه ديالها، فهي كطيب على الفاخر، كدار الجمر من التحت والجمر من الفوق، كتغطى من الفوق وكدير ليها الجمر من الفوق عاود باش كطيب وكتجي معكره. فهي سميتها بام حمراء بالطريقه اليهوديه كيقولوا ليها بام حمراء. هاد الوصفه فانا تنشكر عليها طاطا جميله من هاد لا فيديو تنسلم عليها بزاف، حيت هي اللي كانت الصراحه كتوجد لينا هاد لا غوسيت. حنا من الصغار وحنا تنديروها تتجي زوينه صراحه. بعد المرات الام ديالي كتدخلها هكا كوم اونطري، كدير الوسط في هذاك المول الطويل ديال لو كيك، وكدير معاها مقبلات في لي كوتي، كتجي زوينه كيتقطع بحال ان كيك وكيجي لذيذ. غادي ندخلها بالخضر ديالي، وكتجي زوينه صراحه ندخلوها في المواعيد ديالنا هكا في العيد، سمحوا لي في رمضان. فكيف ما كتعرفوا سيدنا رمضان تيبغي بحال هاد هكا المخيخ، تيبغي كبيده، تيبغي الشهيوات. فهادي عاود طريقه مبدله وما تجيش مجهده بحال فاش تنديروا مخيخات هكا مشرملين. بعد المرات تنبغيو نبدلو، وهادي صحيه اكثر لحقاش فيها الخضر، فهي صحيه اكثر. ففي هاد الاثناء انا على ما غادي ندير داك الزيت ديالي يسخن فوق البوطه،
انا كما تشوفوا غادي ندير غير هاد بيريكس، فاحنا في الاصل كنديروا واحد طنجره، فانا ما بحكم انني غندير غير كميه صغيره غادي ندير هذاك النص كاس هنا، وغادي نردو يسخن على عافيه مهيله حتى فريمون يطلق الدخان. انا الغرض ديالي به هو يطلق داك الدخان ديالو الزيت، فانا غادي ندير عافيه مهيله وغنخليها تسخن ليا مزيان، وكنكونوا بيان سور مشعلين الفران ديالنا. فانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، فانا الى لاحظتوا ما استعملتش الملحه نهائيا، لحقاش الخضيره ديالي كلها سلقتها بالملحه البصيله، شحرتها بالملحه ودرت هذوك التقطعات ديال الحامض مصير، الهريسه اكيد كتكون مبنه. غادي نزيد هذيك الخماره ديال الحلوه، نحاول نفتتها باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات ديالها، وقطعت المخيخ ديالي هكا، هذوك المخيخات ديالي قطعتهم هكا طريفات مربعات صغار باش يجيو ليا يدخلوا اكثر في المكونات ويجيو قدهم قد الخضر. فاحنا اكيد الى عندنا كميه اكثر غادي نزيدو واحد جوج بيضات، وغادي نزيدو الخماره. نقدروا نديروا البطاطا كوم بوري نعكوها او نحكوها، فهي صراحه بلي دو كتجي زوينه، غير انايا كنفضل يجيو دوك الطريفات ديال البطاطا كيجيو زوينين. وغادي ندير الكميه ديال التالي، وغنخلي غير واحد الطريفات اللي غادي ندير من الفوق باش يبقاو ليا في الوجه ديال لا طورت ديالي او لا هاد الوصفه. فإلا سمعتوا معايا الترطيق ديال الزيت، فاحنا غرضنا هكا بحال غادي نطفيها في هاد الزيت اللي غادي نحطها، بحال غادي نطفيها في هاد الزيت، فهي بدات كتسخن وبدات كت بحال كتدير معانا. هذا هو لوبجيكتيف الاهم عندنا في هاد الوصفه، كتجي لذيذه 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 بزاف، وكنتمنى تجربوها. فانا غادي نبقى هكا تنبارطاجي معكم ما بين الحلو والمالح ان شاء الله في هذا الشهر الفاضل، هو شهر العباده اكيد وشهر الصوم والذات ديالنا كترتاح، ولكن حنا كمغاربه ومعروفين بالكرم فديما تنبغيو نديرو الشهيوات، وبيان سور الكريسه ملي كتكون صايمه فهي كتشهى بزاف، فلهذا تنبغيو نديرو شهيوات لينا لوليداتنا لحبابنا ولعائلتنا ملي تيجيو عندنا. فهذه كتكون فكره، انا حيت صراحه في رمضان كله الزوج ديالي ما تيبغيش المعجنات بزاف، ولا بغا ولا زعما الا غياكلهم فتياكلهم هذاك تيبغي ياكلهم مره في السيمانه. فاحنا الاكثريه تنديرو لي طاجين لي غراتان وهكا ولي سلطات. فهانتوما كتشوفوا معايا فالزيت ساخنه جدا، هانتوما غادي تشوفوا معايا فاش غادي نخوي فيها هاد سمعتوا الصوت، هادي هي المهمة عندنا في هاد الوصفة، هاد الطريقة هي الأهم عندنا في الوصفة، هي أن كنطفيوها في الزيت. كتجي على هاد الشكل هذا، هادو غادي نحطهم غير في البلايصات اللي غيبانو ليا ما جاش فيهم المخيخ على هاد الشكل. وغادي نديرو ليها البابي كويسون والفيلم اليمونتير، وغادي نسدو ليها باش طيب وتحمر لنا مزيان. فكيف ما كتشوفو معايا غنجمعها مزيان بالسيلوفان وبالبابي كويسون، فهي في الأصل كانو كيديرو عليها دوك طبسات ديال البروز وتيديرو عليها الفاخر من الفوق وتطيب في الفاخر ليلة كاملة. فاحنا بحكم أن الواحد ما تيقدرش يدير الفاخر دايما دائما، فتيفضل أنه نطيبوها في الفران، تجي أسهل ما تتاخدش الوقت بزاف، وكتيفيتي لي بروبليم ديال غادي ندخلوها الفرن تقريبا كتاخد معنا واحد 30 حتى 35 دقيقة على عافية ديال 160 170 حتى طيب على خاطرها، بحال غنطيبو ان كيك. وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها النهائي كيف كتشكل. هذا هو الشكل ديالنا ديال هذيك لا طورت اولا
بمحمرة اللي هو الاسم ديالها الحقيقي والاسم ديالها اللي سموه عليه لي جويف. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من بعد ما كتحمر، فهي كتجي جديده كيف ما قلت لكم. كنقدروا نحضروها كمقبله مع دوطخ سالاد ونديروها هي الوسط، اولا تو سامبلومون نديروها هكا ونقدموها في عشاء ديالنا مع لي سالاد خفافين في سيدنا رمضان، اولا في المائده ديالنا ديال الافطار، فهي كتجي لذيذه شهيه غنيه فيها الخضر فيها المخ. انا قدمها معكم تشوفوا كيفاش كتجي، فهي كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا الطول زعما العرض ديالها، كتجي لذيذه ومغذيه، كيجيو دوك الخضر مع الطريفات ديال المخ في الوسط، كيجيو لذادين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم ودعموا لي بلي لايك ديالكم. خليتكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله، مع السلامه.